of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. You could have your choice of men, but I could never love again. One for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. مركز ثقافي سياسي حتى انت تيمون محافظ على التراث المعماري المعماري طيني من ناحيه مخدوم بالنخله جري جري جذوع النخل قريب نفس ال هنا رانا في المركز الثقافي تراث تيمون الحفاظ على التراث شوفوا كل مخدوم بالطين الاحمر عشان لا انا فتح فرصة سمحولي هذه طريقة التحضير تاع الحجرة تاع الطين المادة الأولية هي التراب منه طين 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 محلية بقى. صرات لك كيما دوك كي تخدم حاجه بيدك ما يسر كاليتي ولا كي تخدمها زعما تاع كونتيتي ما يسر لها والو حتى التسريح هذا كيكون مدروس دروس كاين دي ماشين للاختبار كاين ماشينه تخضع للاختبار الاختبار باش تخضع هذاك القالب للضغط كنموج انت باش تخضع 1000 حبه راح تخدم 1000 حبه باش تجيب كلكو ايشونتيون تخضعهم للاختبار شوف هذه تحطها في الماشين اوتوماتيك باش تخرج لك هذا القالب الضغط هذا وهذا باش تخرجه لك
عندها هي ديبلوماتيك عندها دي ديغري ريغليوهم الماشينه باش كي تضرب باش تخسرها عندها تحبسها هنا ويخرج لك هذا الكرس هو سوا نزيد لك معلومه ترشاف كيف كيف نزيد لكم معلومه ابداعيه هذه الزخارف هذيك الماشينه اسمها طابين تقدروا تخدموها سي دي مول برامي كريو دركا دي مول بريك كيما هذا كاين دي ديمونسيون ديفيرون مول فيه الطابع بعد مول يطبع لك الزخرفه اللي حبيت فيها بعد تخرج واجده زعما تخرج لي ديزاين كي تقدم عليه لي بارابور كي تقول لي نعرفوا صعيب اللي راه قدام خرج العظمه هذه اللي هناك فلا نقاش مع رئيس الورشه انا بروفيتي لوكازيون دورو يلا ورينا في الطرق الطريق التقليدي لتحضير مواد البناء التقليدي في الطين السونتر مشينا رحلة بشار تيميمون رانا في وقت الأكل في تيميمون بعد جولة خفيفة في المدينة هل جماعة راهم مع الأكل مش شاء الله نصليه ونتكلوا على ربي نحو بشار عبد علي بارك الله فيك ربي يحبك قلنا عبد العالي نبقوا على خير راهم سهل ان شاء الله وعطي الصحة لقيت تاعنا في تيميمون كتر خير ان شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله عودوا معنا جديد يا جماعة المهم يجوك عبد العدالي ان شاء الله مرحبا وسهلا رانا هنا عبد الحق عبد العلي اخويا بارك الله ربي يعينكم الله يكتب السلامه ان شاء الله يا مرحبا صحه عبد العلي حيت على الوقت الحمد لله وصلنا رانا في عند الاخ ابراهيم في مدينه تيمودي في الصحراء قبلنا هذو اللي حنا عنده عطنا شويه وكاين عرض جديد معنا من الفريق تبع تاع الفريق غير او عرض معنا في هذا اليوم عطوا له اللوغو اللوغو راهي اكثر رياض على اللوغو على الجيلي قال لي
راك عضو في الفريق رياض رايدر. هذيك ما هذيك خويا رياض رايدر حاليا راني عند خونا ابراهيم المدير راح نشوفوا القصر القديم تاعو راهو نباكم جاي. قولوا تحت خير رمله خير من رمله هنا خير الرمله كي دايره روعه صح. هذا هو القصر القديم المدخل نتاعو راه من لور هذا من الجهه الاخرى. دونك ان شاء الله دونك نشوف كي نديروا القاعات. شوف انا نقول لك حاجه واه بون هذا باش صباح نوليو له ان شاء الله واه هذيك واسمها تيمودي رافيل تيمودي هذيك ايه. انا نشوف كاين طريق يترافيرسي تيمودي والرمل من لهيه هايو اذا كان ممكن درك نترافيرسي تيمودي باساج برك نترازيو با نروح نستاديو في الرمل هذا ايوا هذا واش نبغى ندير نبغى نوريكم غير القصر بعد غادي ندورو ايوا دوكا تخيم كيما تخيم دوكا تخيم واه يلا نشوف نعرفوا البلاصه نروحوا نكونوا هذه تيمودي وهذا قصر القديم. هاي الماكلة الله يبارك انا في تيمودي عند خونا ابراهيم وجدنا الماكلة الله شو فيها سموها هذه واش سموها سموها ماشي مغلوقة ها قال لي خلي بيتزا صحراوية فوالا صحراوية ايه ولا سموها بالبصلة ما مش على عفسه ما مش الاسم تاعها بصلة واللحم ايه بصلة واللحم الله الله شوف شوف الله يبارك الدجاج والصلاة صلاة ومصلي على محمد وجاب لنا قنينة وش هي قنينة قنينة بال بال بالقطران شربوا شربوا بها الماء يلا 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 الله 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 راكم في حطه يا سيدي هاي هاي ارمح من الناس هاي روح الله الله هاي قاعده تاعي روح الله فار تاعنا هاي حمزه هاي روح ابراهيم انا
واش اسمها هذه؟ واش اسمها هذه؟ هي خبز البصله. خبز البصله هذه هي. هذه هي وا هذيك صار بها كي تفتح تشوف خامس مزيد. ساك ساك انا تاعي تاعي انا معاكم تم دك واش انت حمزه عاودي تراش يعني يا لي اخرى واش راح نقول لك نحدو مش مش بين وجهك ريا خويا واش راح نقول لك شوف من القلب لداخل حتى ما كاش كيفاه كاع من الاعماق وصلتنا لواحد المرحله دخلت لنا في خاطر خاطرنا ترك في خاطر خاطرنا الله يبارك الله الله يبارك ربي يجازيك ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين يفتح عليك فتحا مبينا امين يا رب في كل شيء راك متمنيه امين رب العالمين الله يبارك ان شاء الله هذه اسمها بيتزا صحراويه انا معها في الصحراء السلام عليكم لاباس هذه هي ال وين كنا؟ مع السداوي حسره وطريق البشره. هو لعنا صاليين. قدام المؤسسة. زعما قدام المؤسسة. هو تم تما. فهم. نايا رانا. صباح الخير عليكم. نور لاباس. صبحتوا بخير. مساء مساء واش غدي احمد فهمني انا فهمني هاني نظف الصالون تاعي ماشي اسبيراتور امتي سيشوار اسبيراتور بيتو كوم اسبيراتور بيتي اسبيراتور الطوموبيل هو كاين بلايص لي كوان ما تلحقش ليهم يتشارجا كيما التليفون بلي اس بي جات لي الفكره نستعملوه في لاطونت يدخل فيها الرمل ما تقدرش تغلق عليها يبقى ديما الرمل داخل جبت الاسبيراتور وعجبتني الفكره والله غير داك الوقت ني ها هو الرمل ها هو الرمل شوف ها ها كريا في الساعه صح والله هذا الوقت بصح راكم انتم موجودين بارك الله فيكم حنايا قريب جماعه نرمو بشار 390 قسموا على النص 150 في بن عباس باقي كمان ان شاء الله بين يا خوتي بسهل ان شاء الله قالوا خلونا عمي عبد القادر اون تيت وخلاص اسمع قال لك هذا نحطوه هو 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 القيد معليش يمشي مر اسامه وخليه يا 10 اسمع ربيع ربيع قال لك الولد يخرج الجبابه ها كيش كيفه هذا ولدي انا ايش قلت لك هو هو نحط له 10 عمي عبد القادر مريخ رياض رياض راه يدير حاليا رانا عند خونا ابراهيم الله هذه الساعه كثر خير وقام بينا و بيتنا عنده بالنسبه هذه راك انا عضو في الفريق راك متابع دوك اللوغو ركبوه عندك في اللوغو تاع الجروب تاعنا عاودك ركبوه له في الموطو تاعو ليديك هذا عبد ابراهيم الله يبارك خلي مرجع يقولون رجل لا يطلب يشتغل بويون لا عدد بشي سيبه ونصر شباب يا باي باي نحين قوة وشام جرى يبا جيبي 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 رياض رياض وليدك هذا ان شاء الله كلمه خير ان شاء الله نجمعنا ربي على الخير ان شاء الله ورحنا كنا مجموعين في عالم الارواح يعني سبحان الله التلاقي في
في الدنيا راك تشوف كيرك كي كان طيب والحمد لله. هذا يدل على شيء، انما يدل على اننا جمعنا في عالم الارواح، وان القول راه تقريبا غاب عليا. غاب عليك. ايوه الارواح جنود مجنده، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني هذا على الانسان كان وين يلاقي واحد يقول لك ارتحت له، يعني بمجرد ما يلاقي واحد يقول لك راني نعرفه من قبل والله حاجه، بمجرد ساعة ولا ساعتين معاه خلاص وكأنه أخوه. ارتاح صح. أيوة. الحمد لله. إن شاء الله ربي يدوم هذه المحبة. خلاص أخويا أخويا إبراهيم. مرحبا بكم أخويا. صح. استهوى وجوده خير. إن شاء الله راه عندي واحد الهدية صغيرة للمجموعة، واحد الكتاب من تأليفي، وراه إن شاء الله. إن شاء الله. خونا إبراهيم راه قام بنا كما يلزم الحال. دكتور صباح. خويا أحكم شوف أحكم من أحكم أحكم أحكم. خويا إبراهيم. جيلي عندي سيد هذا كنا خلينا حتى نجيب هديه. اش بدي هديه اكثر من هديه؟ ارواح بالك دقيقه يا جماعه، بالك دقيقه بلاك يا جماعه يا جماعه، انا دولو هديه تاع هنا ابراهيم مالا دير بونس نجيب. انا اولا الهديه تاعنا ساعدتها يا خويا، الهديه تاعنا صح، هي تاعنا تاع الفريق معنا عود رسميا معنا فريق بالبركه عليك يبارك فيك. ودركا هذه تاعك تفضل، هاي ليك تفضل. عندنا نكتبوا الاهداء بعد فيها. بسم الله. هذا من تاليف واخراج ابراهيم، راه استاذ في اللغه العربيه، راه مطبوع في بيتنا وراه صح. ايوا مطبوع في دار ادليس رفوف المكاتب. هذا اسمك تاعك؟ ايه تاعي الله يبارك. طبعا الاولى الجزء الاول من رفوف المكاتب مقتطف دارك وكاين جزء ثاني. الجزء الثاني الله يبارك فيك. شد عليك هذا. صحتكم صحتكم. ثاني انا نجيب لكم المقر تما وراني واحد دايرو قيد التاليف. ما بابا يا اخي قلت لك ما بابا حتى درت في دار مشعل بابا راه منا منا ما قلت لك عارف احسن. ودرك الحمد لله كل شيء عنده، كل شيء عنده ماشي حتى توصل ليه.